نتمنى المرشح اللي انا تصوت له او اي مرشح جاي يثبت حاجاتي يكون يحب تونس كما انا نحبها وكما احنا الكل نحبوها ويتمنى لنا الخير ويعمل لاجل تونس. ده اهم شيء. بس يعني ده كنت ممكن اقوله. الانتخابات كمان بقت مهمه جدا بالنسبه لنا، خصوصا انتخابات ديمقراطيه وحره، وده شيء مهم لانه الشعب سعاد يعني حب، وان شاء الله الرئيس حريص على حمايه تونس. و ما تقييمك لمشاركه المرأة؟ مشاركه المرأة يعني مشاركة مشرفة، إنه يكون عندنا اثنين مرشحات نساء يستحقوا مش يكونوا موجودين، ويستحقوا أيضا حتى إنهم يكسبوا. مرأة تونسية يعني عندها مكاسب طويلة الأمد ومكانة مهمة في المجتمع التونسي من زمان، وتتولى مناصب مهمة، ف لما لا تكون رئيسة أيضا يعني. والمهم الكفاءة، أنا يعني ما بشوفش فيه فرق بين الراجل والست في أي منصب.